وصل بطريرك القدس للاتين بيير باتسيتا بيتسابالا وصل لحضور حفل استقبال في ساحة المهد في بيت لحم عشية عيد الميلاد. وفي حديثه أمام حشد كبير في وسط الميدان دعا بيتسابالا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإحلال السلام داخل قطاع غزة، وأضاف أن رسالة عيد الميلاد ليست العنف لكن السلام، مشيرا إلى معاناة الفلسطينيين الذين يتوقعون منذ فترة طويلة لإقامة دولتهم. كاميرا